هذا نبات داتورة، طبعا هذا نبات مخدر ممنوع يعني زراعته، بس نبات الشفوء يطلع من كيفه بواسطة البذور. هذا منتشر على حافة النهر، هذا تشوفون هي زهورها حلوة، يصنع منها أدوية، وأكثر شيء يصنع منها دواء المورفين للمفاصل. هاي الداتورة، ويجي فيها عدة أنواع، منها الخشخاش والداتورة، وتجي هواي بعد بيها أصناف. هاي الزهور مالتها.